31 دقيقة على راديو بلس، رجعنا لكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في النصف الساعة الثانية. كتشرفني وكتنورني ولا ليلتي الحد قات ما عليكم إلا توجدوا معنا واحد الورقة وستيلو. فمعنا الشيف صوفيا، مرحبا بك شيف. نقربوا غير الميكرو شوية. مرحبا شيف. من أكادير. من أكادير يعني المستمعين. مرحبا بدون درنح. بشلحة الله يلا يبقى. مرحبا مرحبا بكم اليوم غصد اللي حديدون غل برنامج بيت سعيد، زهرة عقيل، دومار حيباري تصوير. مرحبا بيا معاكم إن شاء الله. ضيفة خفيفة، ضيفة خفيفة بالدارجة هذه ديالنا. بشلحة يا راه دابا أنا مع كازا. مرحبا بيا معاكم ديدون إن شاء الله غل برنامج بيت سعيد. مرحبا زهرة. مرحبا بك. نتمنى حد كاع كي انت ضيفتي خفيف نفلات وان شاء الله باذن الله. مرحبا بك، واكيد تحيه للجميع الجهات سواسا وكل شيء. نتمنى حيت تسلم كله وايتو قادر باذن الله. والناس اكادير ما نساوهمش، والناس مراكش من المغرب من طنجه للكويره، اكيد الناس كيتبعونا، فكنقول لهم مرحبا بكم. اليوم لاله والشيف ديالنا صوفيا غادي تقدم لنا حويجات زوينين اللي غادي شنو هما. نبداو باول حاجه لاله صوفيا، شنو غادي نقدموا؟ هذا طاخت ديال كوكيز. طاخت كوكيز، ولكن دابا تعطي لينا لي غرام وكل شيء. صافي كل شيء التفاصيل. انا قلت لعمر فاش غادي نساليو، غادي نجدو لاله صوفيا وغادي ناخذوا لها الكتاب. الله يا ودي ديالك كل شيء ديالكم. مرحبا 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 زهرة، قولي لي والله مرحبا بك. مرحبا بك، بارك الله فيك. شنو غادي نقدموا للمستمعين ديالنا؟ غنقدموا طاخت كوكيز. وي فيها 170 غرام ديال الفرينه. وي وفيها 140 غرام ديال السكر الاسمر. وي الكاسونات الاسمر. الكاسونات. اها. و 110 غرام ديال الزبده حيوانيه. وي من بحارات المطبخ. وي و 60 غرام ديال البخاليني. انا بلاصه البخاليني درت املو. درتي املو حيت من اكادير. ضروري اكلت لمسه ديال الشلوح. ضروري. مرحبا تحيه كبيره. تحيه كبيره. الله يخليك. درتي في بلاصه يعني ممكن الناس اللي البخاليني الا ما كانش موجود ديري املو. املو واضح هي. وفيه بيضه 50 غرام ديال شوكولات حبيبات. وي و 65 غرام ديال الشوكولات نواغ. واضح. المهم كنهزو الزبده مع السكر كاسونات، كنخلطوهم مزيان حتى كتذوب لينا ديك السكر مع الزبده. واضح. من بعد كنزيدو املو. املو املو ديالنا. املو شحال تقريبا خاصني؟ 60 غرام. كيما 60 غرام. 60 غرام. واضح. نعم. بلاصه البخاليني الا ما هذا ما موجود عندك ديري املو. هذا ما موجودش املو ديري البخاليني ديالك راه عادي. واضح. واي وحده كديرو ديري اللوز مع سنيده. دوبي سنيده ديالك وتحمري اللوز. وتكبي عليه. دابا سنيده اللي كدوبيها كتكون بحال كغامل. واضح. هذا كتهزي اللوز اللي كتحمري كتلوحي على سنيده ديالك. واضح. تخلطي مزيان. وتحطي فوق البابي هذاك بابي كويسون. وي اللي مدهون بالزيت. ضروري خصو ضروري نديرو بالزيت. واضح. يعني بالزيت. عاد تسرحي ديك داك اللوز ديالك اللي درتي ليه سنيده ديالك. وي وتخليه حتى كيبرد. قطعيه ما كنت فرتي غير بيدك وطحني طحنيه مزيان حتى كيولي بحال املو بالضبط. واضح. ولا ما عندكش ديري املو الا كان موجود. صافي ديري املو موجود احسن. وي من بعد كنزيد البيضه ديالي. عاد الدقيق مع خماره 5 غرام ديال الخمارات. خماره واحده. خماره واحده. واضح. 5 غرام بالضبط. وي كتخلطي كل شيء. عاد كتسرحي في شي مول يا اما دائري. انا درت طويل. طويل. وي انت لك الاختيار. ديري كيف ما بغيتي. كيف ما بغيتي. ها هو واجد عندنا. ندخلو الفوق. ديري الشوكولا بيبي الشوكولا من الفوق. والشوكولات اللي قطعنا. وديري الكركاع. انا درتو بالكركاع ودرتو بالبيستاش. بالبيستاش. كتكون لاباط كي بحال بات صابلي. واضح. كتدخليها للفران على 180 درجه. الفران يكون سخون ولا يكون بارد؟ يكون سخون. ديجا سخون. واضح. كتكون لاباط هي رقيقه ديجا. مع الخميره ومع الفران كتنفخ شويه كي بحال بهذا الشكل. هذا بحال هذا الشكل قدامنا. غادي نحطوا الصوره على لاشين تيليفون. صافي ملي كطيب كتزوقيها بالكراميل من الفوق وبالصحه والراحه. وهي واجده عندنا والوليدات الصغار. احنا دائما كنقولوا الوليدات الصغار واخا حنا كنبغيو نحيدوا لهم الحلاوه ولا نقصوا لهم الماكله ديال الحلاوه ديال الزنقه فما كيبغيوش. واخا حنا اليوم معاهم ما كيبغيوش. اللهم
حاجه في الدار عارفاها كيفاش مصيبه فعلا. هو واجد ممكن ان نديروا الوليدات في اللانش بوكس ديالهم يديو معاهم المدرسه في الكوتي وكذلك غادي نمشيو نقدموا لي كف واضح دولياج شنو غادي تعطينا فيهم غير هو انا بغيت انا بغيت نسولك على السر ديالهم. بعض المرات كناكلوهم كيكونوا رطبين، بعض المرات كناكلوهم بحال كي بحال كي بحال لاستيك بحال هذيك المسكن اللي كناكلو فعلا. لا هادو ديال اللياج باش زوينين مقرمشين من برا ورطبين من الداخل. شكون هو السر؟ ديك هذاك السكر الابيض ذاك البيغلي وراه غليظ كيتباع مي الحلويات هو اللي كيساعد على ديك التقرمشه كتبقى لك في الفوق وكيكون رطب في الداخل. واضح. الا درتيهم عاديين لا كيكون بحال لاستيك ما قلتيش بحال لاستيك. نعطيو المكونات. مرحبا. فيهم 250 غرام ديال الدقيق، 5 غرام ديال خميره حبيبات ديال العجينه. ديال العجينه؟ ديال الخبز. ديال الخبز. ديال الخبز. معلقه كبيره ديال سنيده. وي. بيضه. و 100 مليلتر حليب دافي. وي. وكنعجنو مزيان. يتعجن. الخلاط يتعجن مزيان. يتعجن مزيان. كتكون لا هذا عاد كتزيدي درت بيضه و 200 هذا الحليب ملي كتعجني مزيان كتكون لاباط هذا كتلصق في اليد يعني لاباط قاصحه. واضح ياك ماشي قاصحه وماشي مرخوفه لا المهم كتكون كي بحال ديال القرص اللي كنعرفو حنا وي كتلصق في اليد كتلصق في اليد. عاد كتزيديها 100 غرام ديال الزبده تعجني ثاني مزيان وكتخليها ترتاح ساعة ونص باش تخمر ساعة ونص. واضح. من بعد كتزيديها 80 غرام ديال السكر بيغلي ورا بيض غلى ذلك بحال شكل الملحة وي الغليظة يعني ممكن انا عند الحلويات نسولوهم ويعطيو لينا. واضح صافي كتخلطي خاصني الكمية 80 غرام 80 غرام كتخلطي مزيان ديجا راه سخنتي هذيك ديال لي كوفر ماشين ديال لي كوفر وكطيبي كديري هكا شكل كرات وكطيبيها بالصحة والراحة وبالصحة والراحة و كيجيو هكا مقرمشين. هيا عطاتنا الشيف صوفيا السر ديالهم حيت بزاف المرات اما كناخذوهم حتى على برا فعلا ما كنلقاوش كنلقاو كي بحال كيف ما قلت لاستيك فحنا كنسول زعما واش مشكل في هذيك لاباغي اللي كنطيبوا فيها ولا المشكل في العجينه. وي المشكل في العجينه كتخمر مزيان وتدلك ساعة ونص ديال الخميره ديال انه خاصو يخمر ضروري. طيب شنو غادي نعطيو للمستمعين اخر؟ مرحبا اللي بغيتي راه تعطينا ديكيك الا بغيتي بغيتي ديك الحوته اللي صيفطت لك ديال هذا باقي عندنا الوقت نعطيو نعطيوها. مرحبا. راه فيها هذا بلاصوص بلونش لاصوص بلونش اييه ممكن هذه نديروها للغدا ولا نديروها للعراده للضياف للضياف الضياف ديالك. مرحبا بهم ولا غير انت وليداتك تفرحي براسك نفرحوا وياه بصح فرحتوا قايل خاصنا نكونوا فرحانين براسنا وي بيان سور اكيد انت وليداتك. انا الصراحه ملي درتها درتها انا وليداتي وراجلي كي جاتك مزالت بارك الله وصافي عطيها لينا باش نعطيوها للمستمعين ديالنا. لا لا يخطيك بارك الله فيك. هذا كتهزي الحوت هذاك كتنقيها مزيان كتغسليها بالحامض وكتخليها كتقطر واضح. كنديروا لها الشرموله الشرموله راه عاديه ديال ديال الحوت فيها الربيع وي ثومه زيت العود حميره وي ضمات هذا ديال الحوت ضروري والعطريه ديال الحوت واضح ماشي ديال البسطيل ولا شي حاجه ديال الحوت. واضح ضروري. عند العطار غادي تقول لها ثاني العطريه ديال الحوت غادي يعطيها لك اييه وي كتشرم ليها مزيان كتهزي الحوته ديالك هذا كتشرطيها من الفوق وي وكتعمريها وكلشي المهم هذا خاصها تشرمل مزيان مزيان من بعد كنحطوها ابا كنهزوه الا بغيتي هذا العماره وي الشعريه ديال الشينوا ديال الروز نفس العطريه اللي درنا للحوت كنديروها لها واضح مع اش غتزيدي هذا طريفه ديال الحامض مصير طريفات ديال الحامض مصير كتقطعها كنت لي كوب صغار وكتخلطيها مزيان كلشي وكتعمريها من الداخل. بغيتي تزيدي الكروفيت اللي عندك زيديه وي كلامك حتى هو مسلوق في الماء ما عندكش ديري غير الشعريه صافي مع الزيتون واضح اللي موجود في الدار هذاك الكروفيت كيزيدها واحد اللذه وكيزيدها البنه أيه. بعض المرات كنشوفوا بعض النساء من الحيه اللي كيديروهم لاليات الحادقات واللي كيبغيو يوفروا فاش كنشدوا هذوك القشور ديال اييه كنشدوهم كنشفوهم كنسلقوهم وكنشفوهم وكنطحنوهم وكنديروا ديك لا بودغ ديالهم باش كتعطي هذيك النسمه اييه هذه من الحيه اللي ممكن من الحيه بصح الله زهره بصح الله يخطيك. من بعد صافي كتعمريها من الداخل وكتدخليها الفران كديريها في بابي كويسون بابي الومنيوم كتدخليها الفران ساعه هكاك ساعه ساعه باش يطيب
اشطب مزيان. لاصوص بلونش كنهزوها كنديروا الزبده وشويه ديال الزيت مقيله كندوبوا الزبده مع زويته. ديري معلقه كبيره ديال الزبده مع شويه جوج معالق ديال الزيت واضح مقيله فوق النار. من بعد كتزيدي الكروفيت الى عندك وكالامار مسلوق وي عاد المهم هذا كتحرقهم مزيان كتحرقهم مزيان عاد كتزيدي مليحه وبزار وتديري لا كريم واضح الكويسون تخلطي مزيان. بغيتي باش تكون عكنت بنينه زيدي 100 غرام ديال الفرماج حمر واضح محكوك كتخلطي كلشي كتخرجي الحوته ديالك ديريها في الطبصيل وتكبي لاصوص مع شي خضيره من جنيبات وكلشي بالصحه والراحه. وبالصحه والراحه وهي واجده عندكم حوته اللي ممكن اننا نديروها للحباب ديالنا والصحاب ديالنا وضروري انت وليداتك ولا انت وليداتك فرحي براسك اليوم الشيف برعاية تفرحي براسك لالا وجدي راسك واحد الكوتي زوين اللي فيه الكوكيز وفيه لي غوف وتغدي بهذ الحوته بالصحه والراحه يا كشاف. مرحبا اتينا اشنو لي زاستوس اللي تعطي للنساء اللي كيسمعونا باش يكون السر ديالهم طياب زوين؟ كاينين بعض النساء اللي تبارك الله يديهم كنقولوا بنينه وفعلا راه كلشي من اليد. دابا انا عجوزتي بالاصل كلشي من اليد واخا ديري المقادير واخا عكيت اللي غيعطيك الا ما عندكش داك السر في يدك داك البنه في يدك والله. دابا انا كنشوف غير مع عجوزتي كنقول لها هاد الوصفه عجبتني عندك بغيت نديرها وكانت هذا نطبقها سبحان الله العظيم لا هي عندها واحد البنه سبحان الله ها. سبحان الله كل شيء من اللي يديك ما قلتي البنه من اللي يدي. طيب واللي ما عندوش البنه في يدي لا بس النفس النفس كيقول المصريين النفس بصح غير هو انا كنقولها دائما فاش كيكونوا معنا دي شاف كنقول ان هو الطبخ ولا المطبخ ديالنا كيكون حب انك خاصك تبغي هذاك الحاجه اللي كديريها خصوصا لما كيكونوا عندك الوليدات وكتبداي ديري مجهود انك تصايبي لهم شي حاجه زوينه عن حب فعلا ولا جاب الله ما عجبتهمش كيبقى فيك الحال كيبقى ولا قالوا لك خايبه ماما ما جات زوينه كما قلتي حيت انت كنت كتعبي فيها وكل شيء تقولي نتمنى تعجبهم وي من النفس ومن الحب ومن كل شيء. تبارك الله عليك الله يبارك فيك تبارك الله عليك شيف صوفيا شرفتيني ونورتيني ربي يخليك شرف ليا والله العظيم. مرحبا بك غاديو بليس. مرحبا بك مرحبا ودائما ان شاء الله تكوني معنا مره اخرى ان شاء الله. مرحبا المستمعين والمشاهدين ديالنا وصفات اخرى. مرحبا مرحبا بك بكل فرح. شكرا لك شيف صوفيا. شكرا عمر حيباري في تصوير حلقه اليوم. شكرا خديجه مراحي في الاخراج. اكيد موعدي غادي يتجدد معكم ان شاء الله الاسبوع المقبل نهار اثنين ان شاء الله. تحيه لكم وفي امان الله. تيلي بلوس تميز ومصداقيه.